هنروح لكره اليد سيدات. كره اليد سيدات الحمد لله بيتصدروا المشهد، بيصدروا الدوري. المنافس بتاعنا هو نادي سبورتنج. فوزنا على اصحاب الجياد بنتيجه 44-11. كان الشوط الاول خلص 20-8 والمباراه اتلعبت على صاله الامير عبد الله الفيصل باهل الجزيره. خليني اقول لحضراتكم ان اقرب المنافسين زي ما قلت لحضراتكم سبورتنج، وبيجي بعدينا بسبع نقاط. يمكن السنه اللي فاتت كان اللي بينافسنا الشمس، النهارده بينافسنا او السنه دي سبورتنج، فده بيدل النادي الاهلي دائما ابدا بينافس على البطولات. ويمكن السنه اللي فاتت كان الشمس اللي حصل على البطوله، بس السنه دي احنا ماشيين كويس وماشيين في الصداره، وان شاء الله نحقق الدوري ويرجع تاني مكانه الطبيعي في النادي الاهلي. كنا موجودين في الماتش وسجلنا التقييد مع فرقتنا، نتفرج عليه وارجع لحضراتكم تاني. بسم الله ما شاء الله. يعني هو النادي الاهلي طول عمره فرق العمومي، الفريق الاول لكره اليد، يعني من ساعه ما الدوري اتعمل هم ابطال دوري. هو بس السنه اللي فاتت كان حصل ضرب يعني خفيف، والنادي هنا بصراحه يعني مش بيتاخر علينا في اي حاجه خالص. وكنا برضو محتاجين تدعيم في مركز معين اللي هو سنتر هاف، فالنادي ومجلس الاداره مشكورا وافقونا على ان احنا نجيب سندس خشانه من احسن لعيبه في افريقيا، والحمد لله. طبعا ماتش احنا عندنا الاسبوع اللي ان شاء الله اللي بعد كمان 10 ايام ماتشات الكاس، كاس مصر الفاينل يعني، فاحنا بنجهز الفتره دي كلها عشان نطلع باحسن حاجه وان شاء الله ناخد البطوله. فاحنا ماشيين واحده واحده يعني خطوه خطوه. والنهارده كابتن يعني اول ماتش اشارك فيه بعد الاصابه بتاعتي، يعني الحمد لله اديت ماتش كويس، ويعني ان شاء الله عشان اكون جاهزه على ماتش الكاس وان شاء الله يعني ناخد البطوله باذن الله. يوم الاثنين هيبقى عندنا تمرين، عندنا بعدها كابتن بيبقى مركز بقى على نقاط معينه، حاجات هنعملها مثلا في الدفاع في الهجوم. في نفس الوقت يعني مش بيبقى التركيز على ماتش هيليدور، احنا ان شاء الله يبقى معانا 3 نقاط في المكسب، وفي نفس الوقت نجهز اكتر للبطوله الاكبر بتاعت كاس. يعني احنا شغالين بقالنا من اول الموسم احنا عايزين ناخد الدوري، فبنلعب ماتش بماتش، ما عندناش اللي هي ماتش ممكن نريح فيه، لا احنا من اول موسم بنلعب نفس المستوى عشان يعني هدفنا عايزين ناخد ال3 بطولات اللي عندنا ان شاء الله. واحنا الماتش ده ادينا بشكل كويس وباين من السكور يعني، وبس ان شاء الله الماتشات الجايه عندنا جامده فنتمرن ليها يعني ان شاء الله. شغالين اول موسم برضو كنا ضاغطين يعني في التمارين عشان نعرف نكمل وما نقعش، والفرقه لما بتقعش هي اللي بتاخد الدوري في الاخر، فاحنا شغالين على كده عشان ده هدفنا يعني ان شاء الله. والله الله يبارك فيك، الحمد لله احنا مركزين برضو. احنا هدفنا السنه دي 3 بطولات. ماتش النهارده يعني هم امبارح كانوا اتعادلوا مع فرقه سموحه، ماتش بالنسبه لنا النهارده برضو بيدينا حافز ان احنا بنطبق الشغل اللي احنا هنطبقه على الماتشات الجايه وكده. في الماتشات دي بتدينا زي الشغل اللي احنا بنشتغله في التمرين على الماتشات الاقوى شويه، فالحمد لله قدرنا نكسب الجيم بفرق سكور كبير يعني الحمد لله. طبعا احنا كابتن احنا 20 بنت مثلا، فاحنا كلنا ما فيش حد فينا 7 بس اساسيين، فالريتم شغال على الفريق كله، فالوقت الراحه والاستشفاء بتاع كل واحده فينا بالدكتوره بتاعه التدليك كل حاجه، فده بيقدر يساعدنا ان احنا بنبقى قد الفيتنس اللي احنا بنشتغله في التمرين بتاع، فبتلاقينا كلنا عندنا لياقتنا كويسه يعني في الماتش. واحنا يعني فاضل لنا 3 ماتش على طول القاهره ان شاء الله، هيلوليدو والظهور وبعد كده الفاينل مع الشمس ان شاء الله. اكيد دي بطوله هتبقى غاليه علينا، وعندنا بطوله الاسبوع اللي بعده ان شاء الله عندنا كاس مصر برده في الصالات الدوليه، ان شاء الله نقدر نوعد الجمهور ومجلس الاداره ان احنا ناخد البطوله ديت، ودي ان شاء الله تقدر بدايه البطولات ان شاء الله. في النادي الاهلي هتلاقي اللغه واحده سواء رجال سيدات، هو المركز الاول. والحقيقه انا شايف ان هو يعني اكبر خدمه او اكبر يعني اعداد للمنتخبات بيعمله النادي الاهلي انه بيعود اللاعب على المركز الاول. انت مع المنتخبات بتطلع برضو عايز تاخد المركز الاول من النادي الاهلي، فالحقيقه ده بيبقى احسن اعداد لعيبه المنتخبات.